أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق من شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عند قوله في واختلف، يعني في كلام المصنف في الصفحة التي قبلها، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها من غير الصبح، فقيل يجزئ عنها سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. وكنا وقفنا عند هذه النقطة، فذكر الإمام النفراوي بعد شرحه لهذا الكلام تنبيهات، فقال: الأول ما ذكره المصنف من عدم إجزاء السجود في ترك الفاتحة في كل الصلاة أو نصفها وأولى جلها هي طريقة المصنف رحمه الله تعالى، فلا ينافي ما شهره الفاكهاني من أن من تركها في جل صلاته وأولى نصفها يجزئه السجود قبل السلام، مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة أو في ركعة فقط ويعيد الصلاة احتياطا. يعني يريد أن يقول ليس هناك تعارض بين ما ذهب إليه المصنف وبين ما شهره الفاكهاني، فالذي ذهب إليه المصنف أنه أن السجود لا يجزئ في حالة ما لو ترك المصلي السجود الفاتحة في جميع الصلاة أو في جلها أو في نصفها وأولى جلها. طيب إذا لا سجود، لا يجزئ السجود هنا. طيب هل هذا ينافي أنه لو تركها في جل صلاته وأولى نصف صلاته يجزئه السجود قبل السلام؟ ظاهره تعارض. لماذا لا؟ لأن هنا قال مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة ويعيد احتياطا، يعني هنا يأتي بالسجود السهو قبل السلام، لكن في المسألة الأولى لا يجزي فيها سجود السهو، يعني ما عند المصنف لا يجزي السجود السهو فيما لو ترك الفاتحة في جميع الصلاة أو في نصفها وأولى جلها. قال طيب لماذا لا يتعارض مع ما شهره الفاكهاني هنا؟ طيب طيب، لكن الشيخ قال هذا لا ينافيه، يعني هنا الكلام لماذا لا يوجد منافاة بين قول المصنف وبين ما شهره الفاكهاني؟ أيوة، مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة أو في ركعة، فهذا الرأي يقول الشيخ لأن عدم الإجزاء يعني معناه أن تبطل الصلاة، لكن ما شهره الفاكهاني أن يجزئ السجود مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة، نعم، أو في ركعة ويعيد احتياطا على أساس أن الصلاة صحيحة ما دام الإعادة في الاحتياط كما ذكرنا فيما سبق. طيب أيضا هذا كلام الرسالة لا ينافي ما شهره خليل في توضيحه من أن من تركها في نصف صلاته يتمادى، يستمر يعني على صلاته
ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة احتياطا وهو مذهب المدونة أيضا، يعني هذا لا ينافي ما ذهب إليه الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني هنا. نعم، هو هذا كلام الشيخ خليل، أن من ترك في نصف صلاته يتمادى. لا، النصف أقل، هذا ظاهر كلام الشيخ خليل يعني في التوضيح. ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة احتياطا وهو مذهب المدونة يقول. طيب، التنبيه الثاني، قال: علم من كلامه أنه لو ترك بعض الفاتحة من ركعة يسجد من غير خلاف. طيب، وأشار إليه خليل بقوله: وإن ترك آية منها سجد، يعني إذا ترك آية من سورة الفاتحة سجد سجود السهو. انتهى كلام الشيخ خليل، سجد. لا، هو نعم، وأشار إليه خليل، هو هذا ظاهر، نعم، من غير خلاف. وظاهر كلامه، كلامهم، وظاهر كلامهم: ولا إعادة عليه. قال هنا لا إعادة عليه، هذه فيها نظر كلام الشيخ نفراوي، يعني المفروض يبقى فيه إعادة عليه هنا، والإعادة واجبة ليست حتى جائزة على المعتمد المذهب، أنه على القول بأن الفاتحة يجب قراءتها في جميع الصلاة، يجب عليه إيه؟ الإعادة وجوبا، وجوبا، نعم. وهذا اللي يعني ذكره الشيخ الرماصي ورجحه في حاشية الشيخ بناني، نقله الشيخ بناني عنه، أن هذا هو المعتمد، هو اللي شهروه في المذهب. طيب، لكن الشيخ نفراوي هنا قال: ولا إعادة عليه. وظاهر كلامهم: ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، واستظهره بعض الشيوخ، ولعله مراعاة لمن يقول بوجوبها في بعض الصلاة أو في بعض أو عدم وجوبها جملة. وهذا محل نظر، كل الكلام هذا فيه نظر، بل أن ظاهر كلامي أن القول إيه؟ على القول بوجوبها تجب الإعادة للصلاة التي ترك فيها آية من الفاتحة، هذا على القول بوجوبها، لكن الشيخ نفراوي هنا ذكر كلام آخر. طيب، التنبيه الثالث: لم يعلم من كلامه حكم ترك الفاتحة أو بعضها عمدا، يعني ما سبق كان كله إيه؟ سهوا. طيب، العمد يقول الشيخ: ومحصله كما في بعض شراح خليل أنه إن تركها أو بعضها عمدا بطلت صلاته على القول بوجوبها في كل ركعة من غير نزاع. نعم، وهذا هو المعتمد، نعم. وأما على عدم وجوبها جملة أو على وجوبها في بعضها فقولان، قولان في ماذا؟ في البطلان وعدمه، نعم. أحدهما البطلان، وهو طريقة لبعض الشيوخ وحكي عليها الاتفاق، أو حكى عليها هذا البعض الاتفاق. والثاني للخمي، يسجد. طيب، يعني هذا كله إذا كان إيه؟ عمدا. الإمام اللخمي يقول يسجد، لكن الشيخ يقول هنا: والمعتمد الأول. هذا هو المذهب عندنا، أن الصلاة تبطل بالعمد، بترك آية من الفاتحة عمدا تبطل الصلاة. فيقول: لما علمت من حكاية بعضهم الاتفاق عليه. على ماذا؟ على البطلان. طيب، قال الإمام ابن أبي زيد: ومن سهى عن تكبيرة أو سمع الله أو عن سمع الله لمن حمده مرة واحدة
أو القنوت فلا سجود عليه، ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك من نسي السلام. يقول الإمام النفراوي في شرح ذلك: ولما قدمنا أنه لا يسجد لنقص شيء من الصلاة إلا إذا كان سنة مؤكدة أو خفيفة متعددة، شرع في محترز ذلك بقوله: ومن سهى عن تكبيرة من غير تكبير العيد وغير تكبيرة الإحرام أو عن لفظ سمع الله لمن حمده مرة واحدة راجع للتكبيرة والتسميعة، أو سهى عن القنوت فلا سجود عليه. لماذا هنا لا سجود عليه؟ لأن هذه ليست سنة مؤكدة، نعم، وخفيفة غير متعددة. فيقول الشيخ: فلا سجود عليه جواب من سهى، يعني جواب قوله من سهى، لأنها شرطية، من هنا شرطية، من سهى عن كذا فلا سجود. وقرنه بالفاء، قرن ماذا؟ الجواب بالفاء، لأنه الجواب جملة اسمية، وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل سلامه بطلت صلاته، لأنه زيادة يعني مبطلة للصلاة، نعم، من غير موجب، نعم، متعمدة ومن غير موجب، إلا أن يكون مقتديا بإمام سجد على مذهبه فلا تبطل صلاة المأموم. هنا اختلف الوضع باعتبار أنه مأموما تابعا لإمامه ولو كان على خلاف مذهبه فإنه يتبعه في السجود، فلا تبطل صلاة المأموم كما لا تبطل صلاته إن ترك السجود خلفه، لو لم يتبعه في السجود لا تبطل صلاته أيضا، لكن لا يخفى أن يعني الاقتداء به أفضل في هذا. وأما لو كانت تكبيرة العيد أو تكبيرتين من غير العيد، نعم، أو تسميعتين لسجد، يعني حيطلب منه أن يسجد لأنه تكبيرة العيد وحدها سنة مؤكدة، تكبيرتين من غير العيد سنتين خفيفتين، وكذلك تسميعتين، لسجد وإن صحت الصلاة بعدم السجود. ولماذا؟ لأن ليس عن مترتب عن ثلاث سنن، نعم، المترتب عن اثنين لا تبطل الصلاة به، بترك السجود لأجلها لترك سنتين لا تبطل الصلاة بذلك، وإنما تبطل بثلاث سنن فأكثر فقط. ثم قال: ومثل التكبيرتين لفظ التشهد الواحد فإنه يسجد لتركه على ما شهره غير خليل وادعى أو ادعي أنه المذهب، وادعي أنه المذهب، نعم، وهو كذلك ترك التشهد الواحد في الصلاة، نعم، يوجب سجود السهو، لأن احنا قلنا سجود السهو، لأن التشهد ما حكمه؟ وزيادة اللفظ، نعم. وقولنا غير تكبيرة الإحرام للاحتراز عن الفرض فإنه لا يسجد له، نعم، لا يسجد للفرض، احنا تكلم الشيخ عن هذا فيما سبق. ثم شرع في بيان ما يفعله من سلم قبل
إكمال صلاته لاعتقاده كمالها. إذن هو سلم اعتقد أن صلاته قد كملت، ولكن في واقع الأمر الصلاة لم تكمل، بقوله ومن انصرف أي خرج من الصلاة بسلام معتقدا كمالها. إذن ثم بعد خروجه منها بالسلام ذكر أنه بقي عليه شيء منها كركوع أو سجود، فليرجع وجوبا بإحرام إلى إتمام صلاته. يعني إذا تذكر أنه قد بقي عليه شيء من صلاته، ركوع أو سجود أو نحو ذلك، وكان قد سلم ظانا أن الصلاة قد كملت ثم تذكر، فيقول الشيخ إن كان تذكره بقرب ذلك الانصراف فيكبر تكبيرة يحرم بها. وهذه الشيخ محمد المسألة، يكبر تكبيرة يحرم بها، أي ينوي بها إتمام ما بقي من صلاته، ويندب له رفع اليدين في ذلك الإحرام. قال خليل وبنى إن قرب، يعني بنى على ما فعله على الصلاة، هذه الركعات التي أداها يبني عليها، يعني إذا كان بقيت ركعة إذا الرابعة يجعلها رابعة. ولم يخرج من المسجد بإحرام، يبني إيه؟ بإحرام متعلقة ببنى، ولم تبطل بتركه، والحكم أنه لو لم إيه؟ نعم، ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه، أي بترك الإحرام. نعم طيب، بمعنى التكبير لا نية إتمام الصلاة. وجلس له على الأظهر، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام هو إيه؟ من جلوس، يعني يرجع للحالة التي فارق عليها الصلاة. نعم انتهى كلام الشيخ خليل. وجلس له على الأظهر، انتهى كلام الشيخ خليل. قال الشيخ نفراوي إن كان سلم من اثنتين، هو هذا الموضوع. نعم، إذا كان سلم من اثنتين ظن أنه قد أتم الصلاة أربع ركعات أو ثلاثة اللي هي المغرب وسلم، ثم تذكر يرجع الحالة التي هو عليها من جلوس، ثم يكبر ويأتي بما بقي عليه من الصلاة. وأما لو كان فارق الصلاة بعد ثلاث لم يجلس، أي نعم، لأن فرضه ماذا؟ أن يقوم لا أن يجلس. أيوة، فيأتي به من قيام. قال في المقدمات الإمام أبو الوليد بن رشد القاضي وإذا قلنا يرجع بإحرام فلا بد من الرجوع إلى الحالة التي فارق الصلاة فيها. هو هذا كلامه المقدمات، هذا كتاب المقدمات الممهدات في شرحه المدونة في ثلاث مجلدات، يعني من أهم كتب الإمام ابن رشد. قال إذا قلنا يرجع بإحرام فلا بد من الرجوع إلى الحالة التي فارق الصلاة فيها، فإن كان سلم من اثنتين رجع إلى الجلوس، وإن كان سلم من رابعة أو ثلاث فذكر وهو قائم رجع إلى حالة رفع رأسه من السجود وأحرم منه ولا يجلس، يعني من غير إيه؟ من غير أن يجلس. طب كيف يفعل هنا؟ سلم من رابعة أو ثلاث، لا هو حيبني على ما بعده، هو حيبني
لكنه يأتي بالهيئة التي كان عليها هل مفارقة الصلاة قبل السلام هو لم يأتي بركعة من آخر هيئة قبل القيام بركعة فهو حسن ورقع بالسجود هكذا نحن نرجع وهو رافع من السجود نعم حتى يرجع يستقل قائما. طيب ماشي هو هذا كلام يعني هو باعتبار أنه الهيئة التي فارق عليها الصلاة يرجع إليها ما هو بيقول لك طيب رابعة أو ثلاث هل هي ثلاث هنا هل هي آخر شيء في الصلاة العبرة مش كونه يعني آخر شيء أو لا العبرة أنه يعني ما في جلوس عنده في الثالثة ما في جلوس في الثالثة فيرجع مباشرة إلى إيه؟ إلى القيام نعم كيف مسألة يرجع محدود من ولا يرجع أيوة رافع من الركوع تمام هو هذا كلام قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.